زيارتنا إلى قناة السويس هذا هو شديدة، وإن شاء الله نتوقع بأن يعني تنفيذ مشروعات والمشاركة في استثمارات في صناعة يعني تمديد أو تنفيذ القناة السويس، وفي نفس الوقت صناعة الطاقة الكهربائية والنفط والغاز والبتروكيماوية. مثل هذه الصناعة هي متجذبة إلى صناعة كوريا الجنوبية. I have to collect the information and have a detailed discussion and I'll decide later stage where how to invest because I have just a short visit this time so I'll make a study on it. جماعة الكوريين والمستثمرين منتهى الانبهار باللي بيحصل، وهم اللي النهارده بيجروا ورانا وعايزين بكل شكل يقوموا بضخ العديد من الاموال والاستثمار في مشروعات صناعيه عملاقه، نقل تكنولوجيا، نقل صناعات، شيء بجد مشرف جدا. وان شاء الله الواحد متوقع ان الهرم الرابع قناه السويس هتنقل مصر نقله جديده خالص. احنا كان عندنا صعوبه دايما في التسويق، يعني انت في اي مكان كنت بيبقى عندك مشاريعك وعندك اجتهاداتك في ان يبقى فيها تنميه. اعتقد ان قناه السويس بتمثل نموذج جاذب للتنميه، وقد تضع اسس للاستثمار فيما هو قادم، ازاي نسرع من حركتنا. الحقيقه الكوريين مقبلين، التكنولوجيا الكوريه مهمه بالنسبه لنا، اهتمامهم بالترسانات وتعمير السفن وعلاقتهم بالبنى والقرى السياحيه. زياره جايه نتاج لاحد نتاجات المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ اللي انجز اشياء كثيره جدا في الفتره السابقه. معانا حوالي 18 الى 22 مستثمر كوري، من بينهم رئيس شركه هيونداي، من بينهم مستثمرين في قطاع الكهرباء، في قطاع المستشفيات، في قطاع السياحه. الناس جايه طموحه جدا، عندها فاندنج عالي، عندها ويلنج، عندها يعني طموح للاستثمار في مصر، وده دليل على احساسهم بالاستقرار، ان مصر مستقره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما احنا شايفين من التقرير اللي جابه لنا زميلنا محمد الجباس من قناة السويس، ان شفنا الوفد اللي جاي من كوريا الجنوبية. طبعا كوريا الجنوبية بلد مهم جدا بسبب التقدم الكبير اللي حصل فيه في خلال 50 أو 60 سنة اللي فاتوا. كثير قوي بتضرب الامثلة ويتقال كوريا ومصر بدأوا في نفس التوقيت، ولكن كوريا قدرت انها تسبق بخطوات سريعة جدا، رغم ان كان عندها مشكلات مشابهة لمشكلات مصر، كان عندها تعداد سكاني شبه التعداد السكاني المصري. اذا كوريا الجنوبية عندها تجربة اقتصادية مهمة جدا بالنسبة لنا، مهم اننا نتعلم من هذه التجربة دي من ناحية. ومن ناحية تانية واحنا بننظر لاستثمارات تأتينا من بلد زي كوريا الجنوبية، الاستثمار ليس فقط استثمار مالي، ولكن استثمار ايضا في نقل التكنولوجيا واسلوب العمل. لذلك وجود هذا الوفد اللي هيلتقي بكرة الساعة 10 صباحا برئيس مجلس الوزراء المهندس ابراهيم محلب، وهيلتقي بعدها برئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وزيارته النهاردة لقناة السويس ووجوده في القاهرة 360، يعني معناها أربع حاجات مهمة بيعملوها وهم موجودين في مصر. هنحاول نتعرف منهم على إيه اللي جاي وإيه اللي ممكن يحصل. برحب بالسيد كونغ وون سيك، رئيس الجمعية جمعية الصداقة الكورية المصرية، you're most welcome. وبرحب بالسيد بيون جون يون، رئيس أو يعني هو رئيس شركة هيونداي الحقيقة، أو يمثل شركة هيونداي ومستشار ليها ومستشار أيضا لجمعية الصداقة الكورية المصرية، وهيحاول يدعمني طبعا في هذه المهمة الصعبة، ممثل الجانب المصري في جمعية الصداقة الكورية المصرية المهندس محمد صلاح زكي مستشار الجمعية. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك.
Let me start by asking you, Mr. Jun, how was your impression? ما هو انطباعاتكم اليوم أو انطباعك اليوم؟ اليوم كنا في زيارة وهذه رابع زيارة لي. وفيما يتصل بمصر نحن نعجب كثيرا بالتاريخ المصري وهذا يذكرنا بالكثير من الأشياء الإيجابية مثل نهر النيل والأهرامات وأيضا الملكة كليوباترا مختلف المعالم. إذا هذه جوانب تاريخية تبرز لنا بعض الجوانب عن مصر، ولكن مصر الحديثة مصر اليوم تتطور، وبالطبع لدى كوريا الجنوبية الكثير من التقدم التكنولوجي. ما هو رأيكم في كيفية تطور التكنولوجي؟ أعتقد أن مصر هي من بين أكثر الدول جذبا وأيضا من نسبة للتعاون الاقتصادي، فإن هناك إمكانات كبيرة، فلديكم أسواق أعمال كبيرة وهناك الكثير من الموانئ وهناك أيضا الخطط الاستراتيجية وذلك تحت القيادة الحالية، وبالتالي أعتقد أن هناك إمكانات واعدة للغاية بالنسبة للتعاون المحتمل مع كوريا الجنوبية. السيد كان غدا سوف تجتمع مع السيد رئيس الوزراء والسيد الرئيس، ما الذي تتوقع وأن يكون موضوع نقاش؟ العلاقات الصداقة بين البلدين. تعلم أننا نأتي هنا من أجل الاحتفال بالعام العاشر للتعاون المصري الكوري، وبالتالي سوف نتحدث أيضا عن أشكال التعاون الاقتصادي والصداقة بين البلدين، وبالإضافة أيضا إلى ذلك فهناك أيضا العلاقات بين الشعبين، ونود أن نسهم ونتعرف على سبل الدعم بعضنا البعض ومساعدة بعضنا البعض كبلدين، وذلك اقتصاديا وثقافيا، وبالتالي أتينا إلى هنا. كنت أقول في المقدمة للبرنامج أن مصر وكوريا الجنوبية كانت قد بدأتا في ذات الوقت في التنمية، ولكن كوريا الجنوبية قد سرعت بهذا التطور كثيرا، وذلك على مدار الأعوام الماضية. هل تعتقدون أن نقل التكنولوجيا والمعرفة إنما هو أمر يعد في مقدمة الأولويات في العلاقات الكورية المصرية؟ كيبا كوريا إيجيبت إن العلاقات إنما تستند إلى علاقات تعاون بين الشركات، ونحن على استعداد لنقل التكنولوجيا العالية من خلال أشكال التعاون المتعددة، وبالتالي نستطيع وأن نتحدث عن ذلك. هناك الكثير من الكوريين ممن يقومون بزيارات إلى مصر ويفكرون في علاقات تعاون. قبل أن أبدأ البرنامج كنت أقول أن صوتك يجعلك متحدث جيد في الراديو، ولكن ما هو رأيك؟ Korea has many فإن لدى كوريا الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهل هناك أسواق لهذه الشركات في مصر؟ ليس فقط من أجل الشركات الكبرى مثل شركة هونداي وسامسونج والشركات الكبرى، أعني أعتقد أن لدى كوريا الجنوبية الكثير من شركات متوسطة الحجم والصغيرة، وبالنسبة لذلك فإن هذه تعد فرصة أمام تبادل الأفكار ونقل التكنولوجيا والمعرفة. إذن هذا أيضا أحد الأمور التي تشكل إمكانات واعدة. أنت طبعا شايف الجانب ده، أكيد حضرتك رحت كوريا كتير وبطريقة الحال انك تبقى جزء كبير مهم في جمعية الصداقة المصرية الكورية، ليك جزء كبير من العمل هناك. متوقع ان ايه اللي هيحصل من الجانب الكوري في الفترة اللي جاية، يعني بره الشغل او الكلام البروتوكول المعتاد؟ الحقيقة حضرتك خلال الفترة اللي فاتت الست اشهر اللي فات انا رحت كوريا حوالي 3 مرات، قابلنا شركات كبيرة قوي زي شركة بوسكو بتاعت صناعة الحديد، شركة دايو، شركة هونداي. لقيت ان في استجابة جامدة قوي ان هم ييجوا
لمصر ويستثمروا في مصر خصوصا في الفترة الأخرانية بعد المؤتمر الاقتصادي. المؤتمر الاقتصادي عمل حضرتك نقلة غير طبيعية وإحساس ثاني خالص. ابتدى الناس تكرر ان عايزين نيجي مصر، ما بقاش الموضوع كلام، بقى الموضوع فعلا فعل. احنا جايبين المرة دي فوق العشر بيزنس مان موجودين معانا على اساس ان هم يشوفوا فرص الاستثمار وازاي يعملوا صناعة مشتركة بين الجانبين. ما بقاش الموضوع استيراد وتصدير فقط، لا بقى الموضوع صناعة مشتركة، فدي حاجة يعني خير ومبشرة بالخير قوي لينا. ايه مجالات الشركات اللي موجودة في الوفد ده؟ طبعا حضرتك مجال التكنولوجيا، مجال الأجهزة الطبية، مجال صناعة العربيات، مجال الكونستراكشن، وده طبعا مجال كبير. في ناس عايزين يشتغلوا في مترو الأنفاق المرحلة الستة، في القطر السريع، مجالات متعدده جدا. هم عايزين يطرقوا الابواب كلها، يعني اصرار غير طبيعي. ودي حاجه يعني الحمد لله كانت مطمئنه. احنا خدناهم النهارده قناه السويس مخصوص عشان يشوفوا ازاي الانجاز اللي وعد اتقال انه هيكون في خلال سنه، وفعلا مش ما كانوش مصدقين ان ده هيخلص في السنه دي. كانوا بيقولوا كمان 3 سنين، ما بنقول لهم اغسطس الجاي، بيقولوا طب اللي بعده. فدي حاجة يعني الحمد لله ان هي حصلت في التوقيت ده، ولسه شهرين كاملين. دي حاجة الافتتاح. دي حاجة جميلة قوي يعني الحمد لله. طيب هل يعني متوقع ايه بالنسبة للاجتماع اللي هيدور بكرة مع سيادة الرئيس ودولة رئيس الوزراء؟ طبعا سعادتك في نقاط هم محضرينها لفرص الاستثمار، عايزين يتواجدوا في السوق المصري بقوة خلال الفترة اللي جاية. النقط الرئيسية هو طبعا الاستثمار في المشروعات الرئيسية زي ما بقول حياتك، موضوع مترو الأنفاق. عايزين يتواجدوا في مجال الكونستراكشن، يشوفوا المدن الجديدة. النهاردة كنا قابلنا القيادة في هيئة قناة السويس، عرضت علينا المشروعات اللي هتتعرض من دار الهندسة. رئيس مجلس إدارة شركة هونداي كان مبسوط جدا انه عايز يشترك في المشروعات دي. فعندنا مقابلة ان شاء الله وزن اليومين الجايين على اساس ان احنا نشوف ايه مشروعات ممكن ياخدوا، ايه اللي هم ممكن يشتغلوا ويفيدوا بيه ان شاء الله الجانب المصري ان شاء الله. بمعنى انهم هيعملوا لقاءات مع مين عشان يشوفوا؟ عملنا لقاءات مع قيادة قناة السويس. دار الهندسة هتكون موجودة، نفس الموضوع. هنشوف ايه المشروعات اللي ممكن معروضة بالنسبة لهم كاستثمار صناعي، كاستثمار مدن جديدة، اللي ممكن يكون حوالين قناة السويس يقدروا يستفيدوا منه ويكون ليهم تواجد إن شاء الله بقوة. يعني هو قال كده النهاردة رئيس هونداي، قال بقوة هنكون موجودين إن شاء الله. You think as you've seen the Suez Canal area, projects have not yet started. المشروعات لم تبدأ بعد. الاستثمارات لم تبدأ بعد. القناة فقط هي التي سوف تفتح بعد شهرين في شهر أغسطس. هل تعتقدون أن القوانين المصرية وتحديدا قانون الاستثمار الجديد والتشريعات لما هي تفسح المجال أمام الشركات الكورية بحيث تأتي إلى مصر، أم أن تحتاجون إلى بيئة مختلفة؟ اليوم الوفد لديه انطباع إيجابي للغاية عما تحقق في مشروع قناة السويس وكيف أنه ينتهي، ونحن لدينا انطباع جيد، والكثير من أصدقائي يفكرون في كيفية الاستثمار في مشروعات، وبالتالي ربما نستطيع وأن نتحدث عن كيف يمكن أن نسهم في هذا من خلال المشروعات. الجوانب اللوجستية مهمة جدا، وكوريا معروف عنها العمل في المجال اللوجستي وفي مجال المواني البحرية. هل تعتقد أن هذا يمكن أن يكون مجال للتعاون؟ وإذا كان هذا هو الحال، هل يكون التعاون بين الحكومات أو الحكومتين، أم بين القطاع الخاص والقطاع الخاص من البلدين؟ هذه المرة وبالإضافة إلى شركات كبيرة مثل هونداي، ونحن قمنا بجلب أيضا شركات متوسطة والتي لديها تكنولوجيا عالية. نحن على استعداد لنقل هذه التكنولوجيا العالية لدى الشركات المتوسطة بحيث تأتي إلى مصر وتستثمر. وبالتالي غدا وفي الفترة القادمة سوف ينعقد مؤتمر هام، وهناك مؤتمر
الأهرام، وسوف تجتمع الشركات معا وأجل التحدث عن كيف يتم نقل التكنولوجيا وكيف يتم التعاون بين الشركات المساهمة، وهذه موضوعات ذات أهمية قصوى. السيد بيون، المشهد السياسي، أي هل تعتقد أن المشهد السياسي وفي ضوء الاضطرابات الحالية، هل هذا يجعل الاستثمار يأتي في توقيت مناسب، أم أنه بسبب الاضطرابات أن هذا ليس هو التوقيت المناسب؟ والبعض يقول عندما تكون هناك اضطرابات يكون هذا الوقت الأمثل، لأن هذا هو الوقت الذي تتاح فيه الفرص، فرص استثمار بصورة أقل تكلفة. أعتقد أن هناك أصدقاء الصديق في الحاجة هو بالفعل صديق. إذن أعتقد أن بعض الدول تواجه صعوبات سياسية في الإقليم، وهذا قد يكون وقتا مناسبا للاستثمار. أعتقد أن مصر هي أكثر الدول جذبا للاستثمار، ونود أن نستثمر في مصر. وماذا عن وجودكم في سائر أنحاء الشرق الأوسط؟ فأنتم موجودون في السعودية وفي دبي وربما في دول الخليج الأخرى، هل أنتم سعداء بالتواجد في الإقليم؟ وأن هناك دورا أكبر يمكن تلعبونه في الشرق الأوسط مستقبلا؟ أعتقد أن لدى كوريا الجنوبية الكثير من المشروعات بالشرق الأوسط، وأعتقد أنه ليس لدينا الكثير من المشروعات بعد بمصر. في المستقبل القريب أعتقد أن مصر سوف تكون أكثر الدول التي سوف نود أن نتوغل بها وأن نقيم علاقات جيدة، لأن الكوريين يحبون مصر كثيرا. إن مصر هي أكثر استقرارا على الصعيد السياسي، وهي من بين أفضل دول العالم. وأحد الأشياء التي كنت أقولها لك قبل أن نخرج إلى الهواء، ألا وهو أن لدينا كنيستين كوريتين بالقاهرة، ولا توجد الكثير من المناطق خارج كوريا والتي يكون بها كنيستين في نفس المدينة أو موقعين للعبادة، هل هذا أمر معتاد؟ يعني هو طبعا حضرتك هم ما كانش عندهم المعلومة دي، يعني أعتقد لا موجود كنيستين كوريتين في مدينة واحدة طبعا. مع أن أنا مش عارف، يعني لما سمعت المعلومة دي ما كنتش متخيل، جديدة بالنسبة لي أنا كمان يعني. الحقيقة أنا سمعتها من جماعة من أصدقاء الكوريين في سامسونج، يعني قال لك لا ده في مكانين موجودين بيروحوا لهم، أماكن عبادة موجودة ليهم مختصة بيهم إن هم بيروحوها. فده يعني واضح إن في، يعني هل من الممكن يكون في تعاون ثقافي، الثقافات متباعدة قوي، ده طبيعي ساعات ما بين مصر وكوريا، لأن إحنا يعني إيه تركيبتنا مش بتخلينا يعني بنتقبل كل الثقافات. لكن ازاي نفتح الباب ده عشان خاطر يبقى فيه التعاون الثقافي، لان هو ده اللي هيؤدي للباقي. سعادتك، انا في زيارتي الاخيره كانت في شهر فبراير اللي فات قابلت وزير الصناعه والطاقه والتجاره السابق، هو راجل جميل قوي قاعد في الوزاره فوق العشرين سنه هناك، وكان من ضمن مطالبه الرئيسيه انه يجي يدي محاضرات هنا لرجال الاعمال المتوسطين، ازاي كوريا تنمت الفترة اللي فاتت، ومن ضمن النقط الرئيسية ازاي عايز يجيب الفقرات الكالتشر ينقلها الثقافية، ينقلها من هناك لهنا. زي مثلا هو في النشاط الرياضي التايكوندو، فهو نفسه اتكلم على التايكوندو فقرات الفنية، فقال احنا عايزين يكون في تبادل ثقافي. كان في احتفال الاسبوع اللي قبل اللي فات بمرور 20 عام على العلاقات الدبلوماسيه، فالملحق الثقافي كان عامل برضه فقرات فنيه بتعرض الجانب الكوري ايه الثقافه اللي عنده للمصريين اللي حضروا، فطبعا دي كانت برضه من اللقطات الجديده اللي هو ممكن يكون في تبادل ثقافي تفرض نفسها على الساحه الفتره الجايه ان شاء الله. يعني هل بس ان يبقى في يعني اتكلموا، بالذات مستر كان بيتكلم على نقطه ان يكون في ان الشعوب يبقى هي اللي بتتلاقى زي ما الحكومات بتتلاقى. النهارده يعني
ما كناش ممكن نتخيل وجود مطاعم صينية وتايلندية ويابانية في مصر مثلا من 20 سنة بهذا الكم. هل من الممكن نفس الشيء تبقى موجود ان يبقى فيه نوع من انواع نفهم الموسيقى؟ كان اعتقد في مسلسل كان بيتزاع من فترة كان وشيني كان بيتزاع ده كان كوري وكانوا يعني معظم الجنريشن الجديدة مهتم بيه جدا يعني الممثل وال والطريقه الاداء يعني بس كان كوري Do you know the television series Oshin عن المسلسل Oshin التلفزيوني اعتقد ممكن مش Oshin بس هو في مسلسل تاني فعلا لا كوري معروف قوي كان الفتره اللي فاتت وكانوا يعني كنت بشوف الولاد على طول مهتمين بيه قوي يعني. كان ياباني والله شكلكم مش عارفين حاجه وانتوا بتقولوا لي Oshin ده ياباني طيب مدام ايمن عواد بيقول مؤكد يبقى اكيد كان كوري. طيب عندي بعض الرسائل هنروح بعدها الفاصل. محمد رونكي بيقول طبعا انشاء منطقه لوجستيه وانشاء مصانع سيارات كوريه هيوفر كثير جدا للمستثمرين وسهوله الوصول للاسواق الاوروبيه وفي معايير للتصنيع بالاضافه للاستفاده من تكلفه العيد العامله المنخفضه وتدريبها. ياسمين بتقول هل قانون الاستثمار الجديد مرضي للمستثمر الاجنبي والعربي وهل اتى بثماره الى الان؟ ياسمين اللائحه التنفيذيه يا دوب صدرت للقانون وبالتأكيد هو خاضع أيضا للتعديل وإحنا ماشيين. فتحي عبد السميع طبعا دي حاجة جميلة نحو دخول الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر المحروسة بالتوفيق إن شاء الله. هنروح لفاصل قصير ونرجع نحاول نستكمل نشوف هل فعلا حد قدم للمستثمر الكوري اللي موجود على أرض مصر وهيلتقي بالرئيس بكرة فرص إن هو لما يحط استثماره في مصر إنه بيفتح أسواق أخرى. بمعنى كنا بنتكلم امبارح عن التصدير المصري لإفريقيا على سبيل المثال. وجود هذه الاستثمارات ووجود هذه المصانع مع التكتلات الجديدة اللي بتنفتح على بعضها الإفريقية في خلال أسبوعين هنا في مصر وفي شرم الشيخ معناه أن 65% من القارة الإفريقية ممكن تبقى سوق كامل ليهم وتكون شهادة منشأه موجودة هنا في القاهرة وغيرها من الموضوعات هنناقشها بعد هذا الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى أرحب بضيوفي الكرام مستر كان كان كونغ رئيس جمعية الصداقة الكورية المصرية. Is this right? How do you pronounce it? كان كونغ شي. كان كونغ شي. Very difficult to pronounce. So. King Kang Kong. Okay. ورحب بالسيد بيون جون يون المستشار لجمعية الصداقة الكورية المصرية وبرحب بالمهندس محمد صلاح الدين زكي ممثل الجانب المصري في جمعية الصداقة المصرية الكورية. التصحيح بقى Oshin طلع فعلا مسلسل ياباني والمسلسل الكوري هو Back to School هو كان أشهر مسلسل موجود عندهم. قبل الفاصل كنا بنسأل قلنا هنتساءل مع ضيوفنا عن مدى درايتهم بوجود هذه الاتفاقيات المصرية الإفريقية اللي بتتيح فتح أسواق جديدة لكوريا داخل منطقة وسوق ضخم جدا وهو السوق الإفريقي. I was asking about whether you know that there are agreements with Africa that can open markets for Korean products and technologies. What is your point of view? ما هو رأيكم؟ نعتقد أن مصر إنما هي جزء من إفريقيا وهي مركز إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا وهي تتمتع بموقع عين قوي للغاية كدولة. نعتقد أن مصر هي أفضل شريك مع الشركات الكورية من أجل الاستثمار في مختلف المجالات ونحن في حاجة إلى المزيد من التعاون بأجل أيضا المزيد من التعاون مع القارة الإفريقية وأن يتم تعزيز الاستثمار والتصدير. ونود أيضا وأن نجلب الشركات الصغيرة والمتوسطة وأن تقوم بتأسيس مصانع لها هنا وأيضا
نحن نستخدم أيضا عمالة رخيصة من أجل الانطلاق إلى القارة الإفريقية، وهذا هو الأسلوب الأفضل. وأنتم تعرفون أن سامسونج كانت قد أسست مصنعا لها هنا في صعيد مصر، وهناك أيضا مصانع لتجميع قطع غيار السيارات. هل تجربة العمل في مصر كما سمعتها، هل كانت التجربة إيجابية أم أن هناك عقبات يتم واجهتها في العمل في مصر؟ الكثير مما يقال يتعلق بمدى جاذبية مصر بالنسبة للاستثمار، وأعتقد أن مصر هي أفضل المناطق من أجل التوسع، توسع شركات في أعمالها. ومن هنا فإن الاحتمالات والإمكانات الاقتصادية الواعدة وأيضا تكنولوجيا العالية لدى كوريا، هذا سوف يعمل على تحقيق مزيج إيجابي وجيد للغاية. وأتمنى أن هذا هو أفضل الوقت وأفضل الفرص من أجل نقل التكنولوجيا الكورية والاستثمارات الكورية في مصر. وعندما تتحدثون عن كوريا، هل تتحدثون عن شركات كبرى وتتحدثون أيضا عن شركات صغيرة ومتوسطة الحجم؟ ما هو المعدل؟ ما هي النسبة، نسبة الشركات المتوسطة بالنسبة لإجمالي الشركات الكورية؟ هل هي الأغلبية؟ الإحصاءات هي أن لدى كوريا الكثير من الشركات، ولكن 88% من الشركات هي من الحجم الصغير والمتوسط، 88%، والباقي هي نسبة الشركات الكبرى. إذن تعتقدون أن الأسلوب الأفضل لبناء الاقتصاد هو أن يقوم على الشركات الصغيرة والمتوسطة وبعض الشركات الكبرى؟ أعتقد أن الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي سوف تأتي هنا هو أفضل شيء بالنسبة للتعاون بين البلدين، لأننا يمكن أن نستخدم العمالة المصرية، والشركات الكبرى تستخدم المعدات التكنولوجية وقد لا تحتاج إلى عمالة كثيفة، وبالتالي الشركات الصغيرة والمتوسطة هي التي يتم دعوتها للاستثمار في هذه المنطقة. عندهم تجربة 88% من شركاتهم شركات متوسطة وصغيرة. طبعا تعريف المتوسطة عندهم غير المتوسطة عندنا، يمكن عندنا المتوسطة بتاعتنا صغيرة بالظبط عندهم. لكن هو قال نقطة مهمة جدا، قال ان الشركات الضخمة جدا لما بتيجي ما بتحتاجش الى عمالة كثيفة، لانها بتبقى مميكنة بشكل كبير. فاحنا بالتالي ايه اللي احنا طالبينه منهم؟ بنبص على ايه بالظبط؟ والله يا فندم احنا اول حاجة هي رئيسية، هي نقل التكنولوجيا. بس مش نقل التكنولوجيا كاستيراد قد ما هي يكون تصنيع مشترك، نقدر نستفيد بالتجربة بتاعتهم خلال العشرين تلاتين سنة اللي فاتت تنقل هنا. وفعلا الصناعات المتوسطة والصغيرة هنا لو اتكررت هيبقى مصر فيها تصنيع مفرح فعلا. يعني الفترة اللي جاية، يعني الجايين من مجموعة رجال الأعمال اللي معانا، في منهم 7 أو 8 من اللي معانا هم شركات المتوسطة والصغيرة، وبيدوروا سواء في التكنولوجيا، سواء في المعدات الطبية، سواء في مجالات كتيرة متنوعة ممكن فعلا يبقى ليهم تواجد جنب الشغل الكبير اللي ممكن زي الشركة زي شركة هونداي تبتدي هنا في مصر. يعني أنا متأكد أن الرئيس من الحاجات اللي هتكون بتهمه جدا هي مش بس نقل التكنولوجي ومش بس الاستثمار وده، ولكن ثقافة العمل طبعا. بلد زي كوريا، ثقافة العمل دي ما كانتش موجودة من 50 سنة ولا من 60 سنة، ما كانتش موجودة طبعا. هم فجأة عملوها. النهارده الرئيس كان بيتكلم على ده بوضوح في خطابه اللي كان بيقوله في الترسانه البحريه في اسكندريه، على ان من لا يعمل ده نوع من الفساد، ان من لا يعمل بشكل فيه ابتكار ده نوع من الفساد. هذه ثقافه العمل بتتبني ازاي وما الى ذلك؟ هل من الممكن يحصل تواصل ما بين اجهزتنا هنا والاجهزه هناك عشان خاطر نفهم ده، ولا مشكله اللغه هتخلينا ما نقدرش نتواصل معاهم في الحكايه دي؟ هو طبعا ما ننكرش ان عامل اللغه واختلاف العادات والطباع هي مؤثره بعض الشيء، ولكن
تكوين الكوري قريب قوي من التكوين المصري. فعلا؟ فعلا، يعني حتى يعني في فترة من الفترات انا كنت بشتغل معاهم كنا نلاقي ان السمات بتاعت شخصياتنا قريبين من بعض. يختلف فيها يمكن حتة الجدية قوي عندهم. دي اللي احنا عايزين بإذن الله في الفترة الجاية، هتاخد وقت طبعا، ما ننكرش انها تاخد وقت، لكن بالتعود وبالإصرار فترة بعد فترة هتلاقي حضرتك إن شاء الله التجربة دي هتتكرر عندنا، وبإذن الله تكون الدنيا أحسن كتير. Mr. Muhammad is telling me that the Korean character أن الشخصية الكورية والشخصية المصرية متشابهتان، هل هذا صحيح؟ نعم نتفق تماما على ذلك. ما هو الذي يجمع بين المصري والكوري؟ ما الذي يجعلهما متشابهان؟ I think the first is the, you know, so dynamic. أعتقد أن الشخصية كائنة تتزامن بالدينامية وأيضا الكرم وحسن الترحيب. نعم، وهذه خصائص مشتركة. دعونا نحاول وأن نعمل على الإعلان أو الدعاية لكوريا الجنوبية بحيث نجذب السياحة المصرية إلى هناك. ما الذي يجب أن أراه عندما أتوجه إلى كوريا الجنوبية إذا ما قمت بزيارة إلى هناك؟ هناك المدينة، هناك التقاليد القديمة، وما هو الجديد؟ أود أن أقوم بدعوتك أنت لزيارة بعض المواقع التاريخية مثل بعض القصور، قصور الملوك، وبعض المباني والتي نرى فيها أعلى مستوى من التكنولوجيا، فنرى ذلك وذاك. أي مدينة إذن يجب أن أقوم بزيارتها أولا؟ سول أم أي مدينة؟ سول وكونجو شيلا داينستي وأن أقوم بزيارة كافة المواقع الأثرية. وما هي المدة المناسبة للبقاء هناك؟ أسبوع أم يومين؟ أسبوع مدة ملائمة. ماذا عن الطعام في كوريا؟ الطعام جيد للغاية هناك، يمكن أن تستمتع بمختلف الأطعمة الكورية. ما هي أفضل وجبة كورية؟ الشينزان والبلغوغي. enjoy Korean food very much more than me more than you. هو يستمتع بطعام الكوري أكثر مني. في الأول الأكل دوت، لكن بعد كده الواحد ابتدى يعني يختار ما يكون متكون من. عندهم البلغوغي دوت عامل زي اللحم المشوي كده، بيتعمل بطريقة لذيذة قوي يعني، وبيشوه قدام حضرتك على نفس الترابيزة كده، ونقعد نحن نشويه بنفسنا زي عندنا مثلا ما بنعملها، بس بنعملها في الهواء بره او في المكان اللي والله في مطاعم هنا تلاقيهم بيجيب لك المشويات كده، بس مش انت بتشويها، هو اللي بيبقى جايب لك مشويه يعني. بالظبط، بيعتمدوا على الحاجات اللي كلها المزروعات يعني، خضار كتير، خضار كتير، وده حاجه كويسه قوي، هيلسي جدا. بس اكلهم مش حراق ولا حاجه؟ لا عندهم كده، يعني لما انا اكلت كوارع هناك على فكره، كوارع يعني، وانا قاعد لقيتهم في مطعم بيقدموا لي حاجه زي الكوارع كبسه، انا طبعا خايف منها لكن جربتها لقيتها زي كوارع بالظبط يعني. اوكي، I have one final question here coming from one of our viewers. ياتي من احد المشاهدين السيد محمود عبد السلام. The United Nations Development Report تقرير الأمم المتحدة للتنمية قال أن 10.5 مليون شخص من 12 مليون يعملون في مايكرو القطاع الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر. إذن كيف يمكن لنا وأن نستفيد من هذه التجربة التي لديكم، وتحديدا بالنسبة للشركات الصغيرة والمتناهية؟ The government supports them. الحكومة pays for micro تدعمهم وتدفع. من الذي يساعدهم على التطور؟ كيف تتعاملون مع الشباب؟ Our government strongly support any the small ventures. هناك الشباب من يعملون في مختلف المجالات، ومنها المجالات البسيطة مثل الطلاء، ونود أن نقوم بالتركيز على المؤسسات متناهية الصغر لأن بها إمكانات كبيرة للغاية.
ويتعين تعزيز هذه الإمكانات. الشركات الكبرى هل تدعم الشركات الصغيرة؟ نعم بالطبع، أيضا هي تقدم كل أشكال الدعم للشركات الصغيرة ومتناهيات الصغر حتى تقوم أيضا بمساعدة ذاتها. يعني انطلاقة في العلاقات إن شاء الله، يعني أنا متفائل ان شاء الله. انا متفائل جدا يعني ان شاء الله. اولا بتمنى لك التوفيق، وبتمنى لكل الناس اللي بتمثل مصر فعلا التمثيل الجيد اللي حضرتك بتمثله لنا المزيد من النجاح. I'm wishing you all the success the rest of your visit and I'm wishing that your presence in Egypt will be very good for the Korean people. Yes. Give the Korean people all our love and appreciation. Thank you very much. I'd like to mention one thing stuff. أود أن أقول هي إن لدى كوريا أفضل ما تقدمه للمصر، فإن مدخل كوريا الخاص بالأعمال يختلف كثيرا عن مداخل الدول الأخرى، وفي مجال الأعمال نحن نسعى إلى تعزيز العلاقات ونحن البعض يفكر من منطلق أو من مدخل المنافسة، ولكننا نفكر من مدخل التعاون، والبعض يفكر في الأسلحة ونحن نفكر في الطاقة النووية. إذن لدينا فكرنا الخاص بنا، نحن دائما ما نفكر بصورة إيجابية. وأخيرا البعض يفكر بطريقة معينة، ونحن نفكر دائما بطريقة إيجابية في كل ما نقدمه. أود أن أصدق عندال ديك أقول مقولة مصرية ألا وهي الصديق عند الضيق. الآن نحن الآن نواجه الأوضاع الحالية معا، وأعتقد أن قيادة الرائعة للسيد الرئيس السيسي وهذه القيادة الرشيدة إنما هي سوف تحقق الكثير، وأنا على يقين من أن مصر سوف تنطلق عما قريب، وهو ما أتمنى وأن أراه. السيد السيسي سوف يقوم بزيارة قريبا إلى كوريا الجنوبية، وسوف ننضم إليه في هذه الزيارة إذا ما وقعت. يا سيد الرئيس، ده اللي بيتوقعوه ليك قبل ما تقابلهم بكرة. والحقيقة الفلسفة اللي بيقولوها أنها فلسفة كوريا هي فلسفة بيعانوها بالتأكيد اللي قالها مستر بيون، انها فلسفة بتتكلم على ان هم بيتكلموا دايما عن الشراكة، وان هم بيقدموا العمل والاجتهاد، وان هم يبصوا على خط النهاية مش على خط البداية. هم ينظروا الى الشراكة دائما، وهم عايزين يحققوا الافضل للإنسانية. الناس بتتكلم عن اسلحة دمار، وهم بيتكلموا عن طاقة نووية لخدمة البشرية. بالتالي التعاون مع مثل هذه الشعوب ومثل هؤلاء الأصدقاء بالتأكيد يأتي بالخير الكثير علينا، ولكن علينا في نفس الوقت أننا نكون على قد وعلى قدر هذا النوع من التقديم اللي بيقدمه لنا من يد التعاون والشراكة، ونكون عندما نعمل معهم على نفس القدر من الأمانة والاجتهاد الشديد في العمل. Thank you again. بشكر حضرتك وبشكركم، ويعني بنقول ان ده يمكن افضل ختام لحلقات هذا الاسبوع. نتوقع ان شاء الله نتائج هذه الزيارة بكرة لما نسمع عنها في وسائل الاعلام الاخرى. نتوقع ان مصر تفضل تخطو خطوة خطوة مع كل انحاء العالم. بعد ايام الرئيس هيتجه لألمانيا، اذا مصر تتجه شرقا وغربا شمالا وجنوبا لتحقيق صالح الشعب المصري وتحقيق صالح كل الشعوب التي تتعاون معها مصر. تحيا مصر وتصبحوا على خير.